متتبعي قناه الفاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص اللي غنناقشوا فيه المشاكل تاع الحفلات ذات المسافه القصيره. كان واحد المشروع تاع ربط، اخذنا غير مثال تاع جهه الدار البيضاء، كان واحد المشروع تاع ربط مدن تاع جهه الدار البيضاء بهذه الحافلات باش الحفلات ذات المسافه القصيره يرجع التوهج ديالها كما كان في سنوات السبعينات والثمانينات من القرن العشرين. من اجل مناقشه هذه القضيه ديالنا نستضيف سي يونس بولاق، رئيس الجامعه المغربيه للمقاولات الصغرى والمتوسطه للنقل الطرقي. سي يونس مرحبا بك. صباح الخير، ونتمنى نكونوا خفاف الظل على المتتبعين. مرحبا سي يونس، فين وصلت المشروع تاع ربط المدن تاع جهه الدار البيضاء بخطوط النقل القصيره؟ بالنسبه لهذا الموضوع هو مازال لما اعتقد كما تقول الحكومه طور الانجاز، لم توصل باي مقترحات. اعتقد بان غيكون لقاءات مستقبلا مع الوزاره الوصيه، وغيكون واحد التحرك في هذه المساله ديال الجهويه بالنسبه للحافلات ديال النقل الطرقي للمسافرين، واخص بالذكر الخطوط القصيره. كنتمناو باش تكون فيها واحد التفاته من اجل ربط بين الخطوط الطويله والخطوط القصيره، حتى تتمكن هذه الخطوط القصيره من استرجاع الكرامه ديالها كنقل للمسافرين. البعض يقول بان ما بقاش اقبال كما كان سنوات الثمانينات والسبعينات على خطوط النقل القصيره، لدرجه اننا كنشوفوهم يعني وسط المدينه يتنقلوا. ناخذ غير مثال الدار البيضاء المحمديه، كان اقبال كبير للدار البيضاء الجديده. علاش التراجع، علما ان شبكه مواصلات في المغرب ما عرفتش تطور كبير؟ فعلا هو كاين تراجع كبير لدى الخطوط القصيره. الخطوط كما سبق لك وقلت اخي الكريم كانت كتشتغل بواحد الطريقه سلسه ومهمه، وكان عليها اقبال في سنوات السبعينات والثمانينات حتى بدايه التسعينات، نظرا لكثره ديال انماط النقل اللي اصبحت كتشتغل في هذه الخطوط القصيره، من نقل مزدوج، من نقل حضاري الذي اصبح يتجاوز المسافه ديالو، ما بقاش كيشتغل كنقل حضاري بل ولات عنده تقريبا الصفه ديال نقل المسافرين، زائد على الطاكسيات الكبيره، النقل السري، عده انماط. يعني تعدد الانماط تاع وسائل النقل اللي خلات التراجع يكون. وهاد الانماط ديال النقل تقريبا تشتغل بعشوائيه، لان ما عندهاش واحد النظام خاص اللي كتشتغل به. هذا هو الذي اثر على هذه الخطوط القصيره، واصبحت تعيش واحد الازدحام بين الانماط ديال النقل، وما بقاتش عندها واحد الاهميه كاع بالنسبه للمواطن. علاش حنا كنطالبوا الان بهذا الجهوي؟ باش نربطوا بين الخطوط المتوسطه، اي في حدود واحد 180 حتى 200 كيلومتر، باش على الاقل نخرجوا من الدائره ديال النقل الحضاري، وتصبح عندنا واحد الصفه اللي هي كانت مكتسبه سالفا والان اصبحنا نفتقدها. بالنسبه لكم انتم كفاعلين وكمهتمين بهذا المجال تاع النقل عبر المدن، اش الاقتراحات ديالكم في اطار هذه الحافلات ذات المسافه القصيره يعني ترجع للعافيه ديالها؟ هناك عده اقتراحات، ومن ضمنها هي نوليو نربطوا مع الخطوط الطويله اللي كتشتغل في مسافات ما بين 400 و500 كيلومتر. حنا كنقل ديال المسافرين وخطوط قصيره غنبداو نستقبلوا هذوك الحافلات ديال الخطوط الطويله، وناخذوا من عندهم الركاب، نربطوا بين مثلا الى هذه الحافله. عطينا مثال باش نوضحوا للناس. عطينا مثال دابا، واحد الحافله اللي جايه من مدينه مثلا وجده ومتجهه لمدينه الدار البيضاء او مدينه الجديده الى اخره، حنا كنتمناو من هذا باش حنا نقوموا بواحد العمل من مدينه الرباط، ناخذوا من عندها الركاب المتجهه مثلا الى مدينه المحمديه او لمدينه برشيد في اطار هذه الجهويه، وناخذوا هذ الركاب مثلا من مدينه الرباط في اتجاه برشيد او هذا، وهنا غيوليو عندنا واحد المسافه تكامل وغتولي عندنا واحد المسافه اللي في حدود 180 حتى 200 كيلومتر. البعض يقول لك على مستوى جهه الدار البيضاء بما انها هي اكبر جهه في المغرب، يعني تكون تكررت على مستوى مدن تاع جهه الدار البيضاء والمناطق تاع جهه الدار البيضاء. يعني انسان بغى يمشي مثلا من برشيد لدار بوعزه، بغى يمشي من برشيد يجي للدار البيضاء، من برشيد يمشي للمحمديه، يكونوا هذه الوسائل تاع النقل اللي تؤدي هذه المهمه هذه. اكيد اكيد اكيد. كما كتعرف دابا الخطوط القصيره هي محدوده في واحد 20 حتى 25 كيلومتر، وكما كتعرف في اطار الجهويه هي كتعرف واحد المسافات المتوسطه، اي بين الدار البيضاء، لان كتوصل الجهوي حتى لمدينه سيدي بنور، حتى لمدينه الجديده، حتى للسطات،
يعني كاين واحد الكيلومتراج اللي هو مهم ممكن نشتغلوا في هذه المسافات حنا اي نربطوا بيه. واش انتم واش فتحتوا لقاء ومشاورات مع الناس اللي مدبرين المحليين على مستوى مجلس المدينه مثلا على مستوى الجهه، ولا انتم غير مربعين ديكم حنا حنا ماشي حنا اللي مربعين دينا السي احمد، راه المسؤولين اللي قائمين على هذه المساله ديال الجهويه راه مازال ما كاين حتى حاجه في اطار التواصل ديالنا مع الوزاره الوصيه اللي حنا تابعين لها، فليس هناك اي تحرك على صعيد الجهه او شي مسألة اللي ملموسة. هي كاين كلام ولكن في الواقع لا نجد أي شيء. ولكن كيفاش تخدموا دابا اليوم في إطار التراجع تاع الإقبال على الخطوط؟ حنا كنخدموا صراحة يعني هناك الناقلين ديالنا أصحاب الخطوط القصيرة أولا يتحلون بواحد القناعة اللهم لك الحمد، حنا لو ميساج ديالنا دائما كنوصلوا في الاجتماعات ديالنا مع الوزارة الوصية كنقولوا لهم بأن هذه الحافلات يجب أن تمدد، يجب أن تأخذ حقها. كيكون الجواب هو حنا كنتظروا الجهويه غنشوف واش غيكون في الجهويه. حنا الجهويه تقريبا دابا اكثر من 4 سنوات ولا ما نرى اي شيء ملموس. ما عرفتش على مستوى الاسطول تاع الحافلات، البعض يقول ان اسطول متدهور مش اسطول مزيان. لا لا بالعكس ما بقاش شي حاجه شي سميتها اسطول ما مزيانش، لان انا كتعرف كاين فحص تقني كل 6 اشهر، الاخوان مضطرين باش يديروا حفلات في المستوى باش يشتغلوا ويقوموا برحلات اسبوعيه. كما كتعرفوا حتى تقريبا تاع الاسطول تقدر تعطيني شي عدد؟ لا الصعيد الوطني هو الاسطول تقريبا ديال الخطوط القصيره كيوصل الى اكثر من 1000 حافله متواجده. وحنا في اطار هذا التجديد ديال المركبات اللي كتقوم به وزاره التجهيز والنقل تا هو كيعرف واحد التباطؤ، لان عندنا عده ملفات موضوعه لدى الوزاره الوصيه عن طريق البوابه اللي وضعتها، ولكن الاخوان ديالنا لم يتوصلوا بشيء. كاين هما كاين شطرين، كاين التجديد وكاين التكسير. التكسير اللي فيه واحد الملحه ديال 300,000 درهم من اجل تجديد الحافله، وكاين من اجل تكسير الحافله واقتناء حافله اخرى لها اقل من 10 سنوات، وكاين تجديد الحافله هي في اطار تاخذ واحد الحافله نوف دوبل في، وكاين واحد الدعم ديالها اللي هو محدد ب 500,000 درهم. عندنا ملفات موضوعه ديال اصحاب الخطوط القصيره ليومنا هذا، هي راكده كذلك. البوابه تجيبهم اما بالرفض اما بالقبول، ولكن عند القبول لم نرى اي تجاوب. المراحل الاخيره ديال باش يقوموا بهذه العمليه ديال تجديد الاسطول ديالهم لم يتوصلوا ليومنا هذا. ما يمكنش نصادفوا شي واحد تاع مهنيين النقل دون الحديث على المشكل تاع الدعم والمازر. صادفوا من؟ شي واحد من مهنيين تاع النقل الطرقي. بدون الحديث على قضيه تاع المحروقات والدعم تاع المحروقات. بالنسبه لكم انتم اشنو هي الخطه البديله بالنسبه لك انت من اجل يعني تجاوز الازمه تاع ارتفاع اسعار المحروقات بالنسبه لكم؟ انا كما سبق لي وقلت وكنركز على هذه المساله، انا حبذا لو كان واحد التسقيف ديال الاسعار. ووضع واحد الثمن وواحد الغازوال مهني خاص بالمهنيين اللي كيتحدد في واحد الثمن مناسب، لان حنا كنسدلو واحد الخدمه للمواطن وواحد العمل مساله عموميه كنقوموا بها. وكما كتعرفوا حنا الاشخاص اللي كيتنقلوا في الحافلات هما ناس بسطاء ضعفاء، يعني حتى الاثمنه ديال التذاكر ديال الحافله هي محدوده ولم يتم تغييرها منذ تقريبا 1996. وكما كتعرفوا قانونيا لنا الحق في الزياده في التذاكر كل 4 سنوات. لسوء الحظ لم نتوصل بهذه المساله. حنا اللي كنطالبوا واكدوا عليه هو واحد الغازوال المهني، ناهيك على ذاك الدعم الذي نتوصلوا متقطعا. واغلبيه المهنيين، انا شفت البارح في واحد المنبر الاعلامي كيقول لك واحد المسؤول في الوزاره بان اكثر من 96% توصلوا. لا لا هذا غير، كاين الناس اللي باقا ما توصلت لا بالدعم الاول لا بالدعم الثاني لا بالدعم الثالث لا بالدعم الرابع. هو واحد العدد كثير وانا عندي النماذج والناس كتواصل معايا وكتطالب بهذا الدعم لتخفيف بعض الاعباء التي اصبحوا يعيشونها. وحنا اؤكد على ضروره تسقيف الماده ديال الغازوال ووضع واحد الغازوال المهني يكون في واحد الثمن. يعني بالنسبه لك الاستمرار تاع الدفوعات خصها تكون على الاقل منظمه ويستافد منها جميع المهنيين. حنا الا قال هذاك المسؤول بان 96% استفادت، انا كنقول ليه راه 70% لم تستفد ليومنا هذا، لا من الدفعه الاولى لا الثانيه لا الثالثه لا الرابعه. وعلاش ما استفدتش؟ لا اعرف، هناك مشكل في البوابه. كنتواصلوا مع الاطر
ولا ما كاينش احصاء شامل بالنسبه للمهنيين تاع النقل الطرقي ولا شنو الاشكال؟ لا دابا المشكل كاين عند الوزاره الوصيه لان دابا الا بغيتي تستافد من هذا الدعم يجب ان تضع الرقم ديال السجل التجاري ديالك ديال لاباتونت وكترسل المساله. عند الارسال كيكون واحد البوابه كتقول لك بان هذه المعلومات خاطئه هكذا. كنضطروا باش نتواصلوا حنا كنقوموا بواحد العمل اللي حنايا لا ما عندناش به علاقه كنحاولوا نتواصلوا مع الاطر في وزاره النقل باش يعاودوا يسجلوا هذه الارقام هذا. وعند تسجيلها يجب ان تنتظر اكثر من شهر باش يالله كيمروا في البوابه اذا مروا. احنا كنحاولوا واحد فئه قليله اللي قمنا لهم بهذا العمل وفعلا وفي الاطارات اللي تديروا مع الوزاره دابا تاع وزاره النقل هذا واش اقترحتوا الغازوال المهنيه شنو كان الرد ديالهم؟ اقترحوه اقترحوه شكون الرد ديالهم؟ الرد ديالهم كيقول هي سوف نناقشه حكوميا يعني هذه مساله كتخص الحكومه ورئيس الحكومه. كنقول لهم وصلوا لنا الميساج لان هذا الشيء قمنا به كتابيا وعندنا الدلائل باش قمنا به وننتظر الاسبوع الجاي يمكن كاين المقبل كاين واحد الاجتماع مع السيد الكاتب العام وغادي نحاولوا نقيموا العمل اللي قامت به الوزاره هذه المده ديال 6 او 7 اشهر ونشوفوا ما توصلنا اليه من خلال النقاشات. لحد الساعه ما كاينش شي حاجه على ارضيه التطبيق او الواقع. غادي نشوفوا ما المآل ديال هذه الوزاره لان هناك تقريبا جمود لم نحين اي شيء. عندنا عده مشاكل. الخطوط القصيره يجب ان تمدد في اطار الجهويه او غير الجهويه. هذاك الصلاحيه كتبقى عند الوزاره الوصيه لان الدائره 63 يسمح لها بتمديد الخطوط وفق واحد العمل واحد الاستراتيجيه قانونيه. احنا ما عندناش المشكل غير خصنا نشرعوا في العمل لان كما كتعرفوا 5 سنوات يتمر مرور البرق ولا بقينا غير في حوارات من اجل الحوارات خاصها تكون عندها جدوى ونبينوا الراي العام بان الوزاره تحاور المهنيين وهذا بدون انزال المسائل على ارض الواقع. كان احسن لنا نحضر هاد الاجتماعات ونضيعوا الوقت ديالنا. نتمنى لكم الخير سي بولاق وشكرا جزيلا على قبول الدعوه. الشكر موصول اخي احمد. الى اللقاء متتبعي قناه انفاس بريس الى فرصه قادمه ان شاء الله.